كانت مغامرة لإلي، لأنه أبداً ما كان عندي فكرة عن بروكسل أو الحياة. إن ما كان في عائلتي، ما كانت معي، ما كان في حدا يساعدني. أول مساعدة لقيتها كان الاتصال من الموظفة ببون. Comment je peux vous aider? En fait, j'ai entendu de bonne d'un de mes collègues et j'aimerais bien suivre le cours d'intégration chez vous. هل موضوع ساعدني كتير حتى أعرف شو في عندي حقوق، شو في عندي واجبات، كيف لازم أتصرف بأي موضوع، إذا كنت بحاجة لمساعدة وين لازم أطلبها. خلال هالسنتين تعرفت على بروكسل آت ورك. In welk domein zoek je werk? Ik zou graag iets sociaal doen met kinderen. كمان خلال متابعة الدروس بمنظمة بون تعرفت على العمل التطوعي. العمل التطوعي ساعدني حتى أطور علاقاتي وأعرف النظام الاجتماعي. كمرحلة أولى الهدف الأول إني ألاقي شغل. وكهدف تاني لإلي إنه أقدر استعمل هويتي كعاملة اجتماعية حتى أقدر ساعد الناس اللي حوالي. Dank zij bon voel ik me thuis in Brussels.